حسين محمد إدريس، مدير دائرة مختبرات هيئة مستشفى الجمهورية. الخدمات التي يقدمها المستشفى خدمات كثيرة، ما تخص بنك الدم الذي هو المتبرعين وفحوصات المرضى من فحوصات الفيروسات، إلى جانب فحوصات أخرى الروتينية. فهذه الحاجات كلها محتاجة إلى أجهزة من أجل تطويرها ومواكبة مسيرة التقدم العلمي اللي حاصل. يعني توصل عندنا في بنك الدم مثلاً تحضير الدم توصل بالآلاف في الشهر، يتم التحضير أرطال الدم وصفر أرطال الدم. المتبرعين يوصل عندنا تقريباً في الشهر حوالي 300 إلى 400 متبرع في الشهر الواحد، إلى جانب المرضى اللي يعملوا عمليات وما يحتاجوش دم. فدي كلها محتاجة لأجهزة علشان فحوصات الفيروسات. فموجود عندنا ضغط كبير بالنسبة للهيئة، يعني إنه موجودين نازحين بأعداد كبيرة لداخل عدن، محافظة عدن، فهذا زيد الضغط، إلى جانب إنه الهيئة من الصعوبة اللي تواجهها صعوبة مالية. أنا لي هنا موظف إلى الآن 35 سنة، فمن ضمن الملاحظات اللي موجودة ملاحظات كثيرة، مثلاً ما فيش تجديد للثلاجات بنك الدم اللي موجودة، وما فيش معنا إحنا تجهيزات ما تخص بنك الدم بشكل كبير بسبب إنه ما فيش دعم. وصلتنا ثلاجات جديدة من أجل سعة التخزين، لأنه محتاجين لسعة تخزين أكبر، والثلاجة التي عندي قديمة وغير كافية، وثلاجة تخص الفروزن بلازما من أجل أقسام الحروق اللي محتاجين بلازما، وهذه مقدمة من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، فنشكرهم بصراحة لتغطية الاحتياجات. ومحتاجين، احنا ما زلنا محتاجين لاحتياجات كبيرة، منتظرين منهم انهم يقدمون لنا دعم اكبر، بحكم ان السعة التشغيلية اللي عندنا كبيرة جدا. الحاجة هذه تساعد بنك الدم كثير انه يكون في، يعني عند المستوى اقل شيء.